عقد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا عقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة عودة وفد اللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في البلدين. وخلال المؤتمر بيّن الدكتور مصطفى السيد بأنه على ضوء التوجيهات السامية لجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبدعم كريم من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قامت المؤسسة واللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال بقيادة سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس اللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال بالعديد من المشاريع الإغاثية في كل من سوريا وتركيا، حيث تم إرسال 3 شحنات من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى البلدين الشقيقين. كما قام الوفد خلال زيارته للبلدين بتفقد بعض المناطق المتضررة من الزلزال والوقوف على أهم الاحتياجات العاجلة. ووضح الدكتور مصطفى السيد بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة أطباء سوريا لإرسال مجموعة من الأطباء البحرينيين المتطوعين وتوفير بعض المستلزمات الطبية اللازمة. خبرنا الإعلاميين عن نتائج زيارتنا لسوريا، حيث اجتمعنا مع المسؤولين مع الوزراء ولمسنا مدى تقديرهم لسيدي جلالة الملك، خاصة كأول قائد يتصل ويقدم تعازيه في ضحايا زلزال مدمر للشعب السوري الشقيق ودعمه، وأيضا لتوجيهاته في تقديم أفضل مساعدات وأفضل خدمات، وشرحت عن مشاريعنا وأعمالنا في سوريا. في المرحلة الأولى أرسلنا طبعا شحنة إلى أو شحنتين إلى تركيا وشحنة كذلك إلى سوريا بالتعاون مع المؤسسة الملكية والتنسيق منها وإدارتها طبعا للأعمال الإنسانية، وأرسلت هذه الشحنات كذلك بعد التواصل مع المعنيين سواء في تركيا أو في سوريا بالأدوية اللي يحتاجونها بالمحاليل اللي يحتاجونها، فوفرناها والحمد لله كانت في وقتها واستخدمت كذلك. المرحلة الثانية دائما تكون فيه التقييم وتكون بوجودنا عامة في هذه الأراضي، ويتم تقييم ما هو حاجة له كاستراتيجية قادمة. قمنا طبعا بالتواصل مع أخواننا في سوريا، مع نقابة الأطباء في سوريا ونقابة الأطباء في تركيا، وكنا نسألهم دائما شنو الحاجة، هل نبعث، هل نقوم بتخصصات معينة تحتاجونها. فكان الرد في البداية طبعا أن في اللحظات الحرجة كانوا الأخوان قايمين بالواجب، ولكن بعد انتهاء المرحلة الحرجة تبدأ الحاجة إلى التخصصات الدقيقة.